السلام عليكم وايلد ستار او النجم المتوحش اذا بدنا نعربها، ولكن ممكن نضل نقول وايلد ستار. واحدة من اضخم 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 العاب الام ام او بهذا العام، وش يعني يمكن بتوقع الوحيدة تقريبا اللي من هذا النمط اللي هلا حنتعرف عليه مع بعض. طبعا اللعبة جديدة جدا، يعني وقت صدور هذا المقطع اللعبة لسه حتى ما صدرت بشكل كامل، لانه انا عامل لها بري اوردر يعني شراء مبكر. اعطوني 3 ايام قبل ما تنطلق اللعبه بشكل رسمي، هي بس 3 ايام هيك هديه. بقى فعليا وقت ينزل هذا المقطع يمكن ينزل متاخر شوي، يعني المهم انه اللعبه جديده جدا جدا جدا. بالنسبه للمقطع بشكل سريع، هي عن يعني كواكب نجوم، هيك اشياء. طبعا هذا النمط يعني في منه بتلاقي منه، بس هو ضخم كتير معقد جدا، فيه بي في بي بي في اي، يعني لاعب ضد لاعب، قتال بتقدر ضد بعض، نفس الوقت في لاعب ضد الطبيعة بي في اي انفايرمنت، يعني بي بلاير فيرس انفايرمنت، لاعب ضد الطبيعة. ممكن تعمل تجمعوا مع بعض 10 20 بني ادم، تقاتلوا وحوش معينة. ضايفين على هاللعبة كتير اشياء، مثل انه انت يمكن تبني بيت، تبني بيتك، بس ما بتبنيه بشكل بيت عادي، حتبنيه على مثل نجم صغير او على كوكب صغير هيك بالهواء، ما له كوكب، يعني مثل قطعة ارض بس طايرة بالهواء هيك، انا شفتها بالصور بصراحة. لسه نجرب لنعرف مزبوط هالمعلومات. اللعبة نحن بقناتنا عرضنا يعني بعض اضخم الالعاب بعالم الام ام او، مثل اقدم واحدة بيناتهم يمكن تقريبا اللي هي لعبة وورد اوف ووركرافت. عملنا سلسلة ضخمة، ما بعرف يمكن كم حلقة كتير، بس انه كانت قوية. كمان في عنا لعبة جيلد وورز 2 كمان عملنا لها سلسلة، كمان كانت قوية والله، وانا هديك بعطيها اكتر رتبة للجرافيك للصور، كانت انا كنت مغرم بصور الطبيعة والمياه والاعشاب هناك بهديك الجيلد وورز 2. طبعا كانجن وكلعبة وورد اوف ووركرافت كانت فظيعة. هلا في عنا هاي اللعبة اللي لسه طبعا ما اي ريفيو هلا حتلاقوه حيكون مو صحيح، اذا لقيته، لانه اللعبة لسه هلا نزلت، يعني انا اتوقع الريفيو المزبوط اذا بدك تاخذ تقييم للعبه المفروض تعطيها 2 او 3 ليجربوها، يوصلوا لاقصى مستوى، يجربوا الوحوش، يجربوا يتقاتلوا، وقتها يطلع الريفيو المزبوط. يعني ان شاء الله مطوله كثير. بقى اعمل لكم للاخر انه ما في ريفيو، ولكن حنلعبها مع بعض ثانيه بثانيه، ما بعرف شيء عن اللعبه، حادخلها ونأسس مع بعض ونكتشف كل شيء، وحتى حبلش باختيار الريلم او اختيار السيرفر اللي بدنا نلعب فيه. طبعا اول ما تحط على اختيار اي سيرفر، او هي بفرجوك انه الطياره يمكن اللي رايحه على الكوكب اللي بدك اياه، هون فوق بيحط لك انه شو الانواع اللي بدك، شو نوع السيرفر اللي بدك اياه. هاي اول يعني كلياتهم بي في اي، يعني هذا بيكون بس مختص بانه لاعب ضد انفايرمنت او لاعب ضد الطبيعه او لاعبين ضد الطبيعه، يعني باختصار انك انت واصدقائك تقتل وحوش وهيك اشياء. بي في بي بالعاده دائما بيكون بكل الالعاب كل شيء، يعني هو بي في اي يعني لاعب ضد الطبيعه، ونفس الوقت لاعب ضد لاعب، يعني اذا لقيت واحد من الجيش الثاني او الشعب اللي هو ضدك بتتقاتلوا انت وياه وهيك. بقى هحط على بي في بي وحاختار هلا بشكل مباشر. فينا نضغط على كلمه نوت مرتين او مره، المهم بنشوف هدول الاحرف، هدول ما تقربوا عليهم، وحشرح لكم هدول اللي طالعين قدامي. دي اي هو اختصار لل السيرفر بتوقع يمكن الالماني، و اف ار الفرنسي مفروض، يعني ممكن يكون كمان في كتير اختصارات، ما مهم، المهم انت اختار السيرفر اللي ما مكتوب جنبه شيء. هذا اول شغله. ثاني شغله، اذا حابب تختار مثلي، هلا حنقول اي سيرفر، اذا مو حابب تختار مثلي المهم لا تختار سيرفر الا اذا كان اصدقائك فيه، يعني بدك تلحقهم، بس اذا انت لحالك وبدك تبلش لا تختار سيرفر يكون مكتوب عليه ميديوم، او ما بعرف اذا الاسماء هلا مو طالع قدامنا، بس ممكن تكون اسمها هاي او اي شيء. اختار لو، يعني هو افضل واحد، لانه الفلو هلا هو لو، بعد كم شهر لا بس جديده كثير، بعد كم شهر حيصير ميديوم ويمكن هاي ويتعبى ويفلل وهيك اشياء. اذا عندنا خيارين فقط، طبعا مثل ما قلت انا هي اللعبه هلا مسجل المقطع بقبل من 3 ايام من صدورها الكامل، مو بيتا، لعبه كامله، بس لاني عملت لها شراء مبكر اعطوني 3 ايام هيد ستارت، مو يعني انه بدايه مبكره. بقى شوفوا لسه هاي السيرفرات ما في غير هدول. هلا انت اليوم لو بتشتري اللعبه يمكن بتلاقي هاي الصفحه ممتلئه على الاخر، ما بعرف، ما عندي فكره، وما بعرف ظهور المقطع امتى حيكون، لانه يعني الصدفه انه في بعض الامتحانات بعض الدول يمكن يتاخر المقطع. المهم على
التوكل بنشوف، نتوكل على الله، على الله ونشوف شو بيصير معنا بهال سلسلة. طيب هلا في عنا معناتها خيارين، سيرفر اسمه رافينوس وسيرفر اسمه زور. بس فينا نعرب، نعم فينا نعرب، بما انه نحن عرب بانه بدنا شيء عربي. زور هي هيك تنكتب، هيك تنقرب مثل ما بقول، اتوقع زور او زور او حسب شو قصدهم اللغه فيها. بس نحن بالعربي فينا نسميها زهور، نعم يعني هي ما لا تقرا بالانجليزي زهور ابدا ولا باي لغه يمكن، ولكن حنقولها كوكب الزهور او سيرفر الزهور. زد اتش يو ار، هذا هو السيرفر اللي انا حالعب فيه بهاي اللعبه. طبعا اذا انتم بدكم تلعبوا فيها ممكن اذا عملت تحالف وهالاشياء تشاركونا. لسه ما عندي اي افكار، ولكن عم بقول لكم هالشغله. اذا زهور او زر هو الكوكب اللي حنختاره وننطلق عليه. اذا اول شيء خلصنا من الفقره الاولى وهي اختيار الكوكب. طبعا هلا حان وقت اختيار او صنع او انشاء شخصيه. طبعا في عنا شعبين، واحد اسمه اكزايل واحد اسمه دومينيون. الاكزايل بشكل كتير سريع بهمنا نشوف مين الانواع اللي فيه. اذا في عنده الهيومن البشر، هذا اللي اكثر شعبيه، نعم. طبعا ميل وفيميل، يعني رجل او انثى الى اخره. في شعب اسمه اورن، هاي هيك شكله، تعالوا نستعرضه هيك، شوفوا انتو بقى شو بتحبوا، هل ممكن يعجبكم هاد ولا هاد. في شعب اسمه جرانوك، هو شوف شو ضخم هذا، ضخم تحسه تانك دغري او تحسه وورير او هيك شيء. نعم صخري، شبه صخري هذا شعب. واخر شعب عندهم اسمه موردش، حسن علماء هدول، مدري ليش، او اشرار او علماء هيك شيء. واخر شغله بقولها بهذا قبل ما اكمل بالاكزايل، انه تحت 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 بتختار شو نوعه، وورير او بيقول لك شو، عفوا بيقول لك شو الاشياء اللي فيك تلعبها. يعني مثلا اذا انت اخترت هذا الشعب الصخري هيك شكله، ما بحق لك تكون غير هي او هي او هي، يعني ما بحق لك تكون غير يا وورير محارب، يا انجينير مهندس خلينا نقول، او ميكانيكي، يعني فيك تسميها اللي بدك اياها، هي ما شرط دائما الترجمه تكون صحيحه. واخر شيء ميديك، مسعف او هيلر، او من الكلمه ميديك. هذا مثلا، هذا عم بعطي مثال على شعب، كل شعب بقى هيك بتشوف شغلات مفتوحه في شغلات لا. طبعا بشكل سريع احنا بما انه تطرقنا لانواع الكلاسات باللعبه حنقولها بشكل سريع، مثل ما قلنا وورير وانجينير خلصنا منها. في نوع اللي هو اسبر، اتوقع الاسبر هو اللي بيخدع بالسحور بالسحر، اتوقع مو اكيد، هلا حنشوفه بعد شوي. وستوكر هو يمكن اللي بيضرب بسحور من بعيد، يعني واحد بيناتهم خلينا نقول على الالعاب اللي بنلعبها نحن ميج، والتاني مثل شادو بريست او وورلوك، يعني هيك هالانواع، هذا الفرق بيناتهم. واخيرا سبيل سلينجر، يعني هذا تقريبا هانتر، بده يكون شبيه بالهانتر او الصياد او اسلحه، سلاحين بعيد او هيك شيء شغله. اذا الشعب الثاني الدومينيون، في عندك اول شيء الكيشن او كاسيان، ما بعرف حسب اللغه اللي بدك تقولها، اذا عربي كاسيان، كيشن اذا انجليزي. المهم شكله كتير قريب من الهيومن، هن يمكن يكونوا هيومن بس صاير معهم شيء ما بنعرف القصه بقى ما حندخل فيها. عندك الدريكن او دول اشرار، اشرار شكلهم. وعندنا هذا الشعب شوا، هذا الشعب ما في منه اجناس، يعني ما فيك تختار ميل او فيميل، ذكر او انثى او هيك شيء، لا هو يجي نوع واحد. هذا الشعب انا عاجبني هيك شكله غريب، ولا مره عامل لعبه لو لعبان لعبه هيك شعب. واخر واحد هو الميكاري، شكله ضخم كمان، ماله قليل حجميا، شكله غريب. طيب المعلومة الأساسية اللي بدنا نقولها وقت بدك تلعب هاللعبة، إذا حابب تلعب بالسيرفر، نقول اخترنا السيرفر زهور، إذا حابب تلعب مع أصدقائك كتكونوا متحالفين باللعبة لازم تكونوا مختارين نفس ال خلينا نقول الجيش، نفس التحالف، نفس ال الريس، نفس ما بعرف، في كلمات كتير. المهم انه لازم تكونوا يا كلياتكم دومينيون يا كلياتكم اكزايل. اذا لنفرض صديقين، واحد اخذ اكزايل واحد اخذ دومينيون، هن حيشوفوا بعض بالسيرفر ولكن كاعداء، يعني ما حيقدروا يروحوا يعملوا مع بعض مهمات وهيك اشياء، لا اذا شافوا بعض اضطروا يتقاتلوا. مشان هيك يلي حابب يكون بهذا السيرفر ومعي
ويكون معي يعني اقدر اشوفه، نعمل تريد، نلعب مع بعض، نعمل اي شيء بالعالم، لازم يكون دومينيون، لاني انا حابب اجرب هالشوا، هذا الشعب اللي بنقول عليه، بس يغيرونه هالشكل، هلا بنغيره اكيد، هلا بنشتغل بالشكل، بس حابب اجرب هذا الشكل الغريب، لانه ولا مره يعني عاملين هيك شيء. يعني بالورد اوف ووركرافت عاملين كثير كاركترات بس ما عندنا هيك شيء، وبالجلد وورز نفس الشيء، وملينا او انا مليت من قصه انه دائما عم باخذ هيومن هيومن هيومن، اكثر شيء يعني اكثر شغله عم باخذها الهيومن. بس طبعا للجداد بنصحهم كثير بهذا الريس او بهذا الريس يروحوا على الهيومن. الاول شيء عندك مفتوح كل شيء، كل الخيارات. ثاني شيء الهيومن هو دائما بيكون اسهل واحد للجديد باللعبه يعني بشكل عام. اذا حنروح على الشوا بشكل عام لنعدل عليها على الشكل. بعد ما بتختار الشخصيه اول شيء لك مكتوب ريس، هي اخترنا الريس، هي خلصنا من نوعنا. ثاني شيء الكلاس، اذا الكلاس شوف الشوا اللي حاب يلعب بهذا الكلاس ما عنده خيار وورير، ما بيقدر يكون محارب، نعم ما بيقدر يكون، في بيقدر يكون ميكانيكي. دغري تحط ميكانيكي فرجيك شكل السلاح الاساسي تبعك هون، هيك عم لاحظ انا. هذا الشعار اللي فوق اليسار هو شعار الريس، هذا هو شعار الكلاس اللي عم اشير عليه بالماوس. اذا انجينير في عنا الاسبر، الاسبر هون فينا نشوفه اذا بدنا، اسبر ار ماسترز الوجنز، ايه تمام. هذا مثل الشادو بريست، مثل يعني بيخدع، بيعمل خدع، يعني بينسخ حاله، بيعمل ميرور ايمج لكذا حدا. ما بعرف اذا فينا نعتبره ميج ولا لا، انه يمكن الستوكر يكون ميج، ما بعرف، بس هالتفاصيل. مشكلة هي اللعبة ما فينا نشبهها، برجع بذكر للي بيلعبوا هالالعاب ما تشبهوا كتير بالعاب تانية، يعني تشبيهات قريبة، بس حتى الانجينير يعني ما فيك تسميه، ما له مقارنة مثلا بلعبة وورد اوف ووركرافت مثلا انجينير، او حتى بالجيلد وورز يمكن يعني مقارنة حرفية او شيء مماثل تماما. وورير ممكن شوي، الميديك ممكن تقول بريست. الميديك هو مسعف او هيلر، هذا كتير منيح، وخصوصا بنصح اذا كنتوا فريق، يعني اذا كنتوا 2 3 4، واحد منكم ياخذ ميديك وواحد ياخذ وورير والبقية يشكلوا بالاشياء الثانية. اخر شيء هو السبيل سلينجر اللي هو معه سلاحين، انا هذا اللي عم فكر روح عليه، شكله ظريف، كنت عم فكر روح انجينير بس لعبان هيك شيء يعني، او انه اقعد حط سلاح واضرب فيه وكذا. واسبر يمكن يكون كتير قوي، يمكن يكون كتير قوي، وشوي بيساعد الاصدقاء هذا. بس نشوف ناس ايه يعني، هذا ساحر، هذا منيح، بس عم فكر خلص نروح على هذا نشوف شو وضعه. خلص نجرب هاد. اذا انا اعتمدت على اول شيء الريس هاد، الكلاس هاد، بدنا نروح على الباث. الباث هو الطريق اللي بدك تختاره، اللي ليكو بهذا المربع بتختاره. طبعا هدول ما عندي فكره مين الاحسن، بس انت دائما بهيك العاب ما تروح ما تسمع انه هاد احسن خده، هاد احسن خده، بيقولوها كثير معلقين اجانب. بالعرب ما بعرف، ما بسمع هنيك العاب، قليل اصلا ما يعملوا لها سلاسل، لانه سلاسل تكون كثير ضخمه. يعني ان شاء الله ان شاء الله اذا هي السلسله كان عليها اقبال، عم تحكي عن 200 حلقه، 200 حلقه واكثر يمكن، يعني هيك ضخامه السلسله. بس اذا ما عليها اقبال يعني ما حتكون كبيره. المهم انه اللي انت بيجي على بالك تساويه اعمله. هلا هون عم بيقول لك الطريق اللي بدك تختاره، هل بدك تكون محارب؟ هل بدك تكون ستلر؟ ستلر شو هو ستلر بده يكون؟ شكله انه ايه بيجمع موارد، الشغلات المنيحه لتقوي الجيش كله تبعه، الكوميونتي، وبيفيد يعني هذا ستلر هيك. الساينتست العالم او المخترع، ممكن هيك نسميهم بالعربي. طبعا هون محل ما عم بقرا انا، فوقي تماما هي الاشياء. ساينتست حلو، اكسبلورر مستكشف. هلا هو بشكل عام يمكن الكلاس تبعي اللي هو هذا بيلبق له كتير الاكسبلورر المستكشف، بس انا حابب روح ساينتست، حابب روح ساينتست. نعم
وبنروح على كوستومايز. ايوه هون الكوستومايز، طبعا الماوس فيك تقرب وتبعد هون يا عاملينها هدول. هي الشركة انسي سوفت، هي مش شغالة باللعبة، هي وحزة تاني كمان. هم هدول مختصين بهالاشياء. اول شي بدنا نشتغل على الوش او على العيون. تعوس في شغلة في الايس كولر، انا بحط من فورا، بس احنا مو حاطين غير الفيس، بس حط الاي كولر هاي الاخضر صح. شوف في انواع كتير، ليك قديش في شغل. هنمشيهم واحدة واحدة، بس هحط الاي كولر اخضر مشان اعرف بالفيس شو اشتغل مزبوط. الانواع عنا هاد مثلا، هذا غريب جدا، هذا غريب، هذا غريب. طبعا وقت يكونوا شغالين كتير هيك هذا السبب ل يعطوا خيارات كتير للاعبين. هختار هاد. كل لاعب بقى يبدأ يعمل ابداع. اوه شوف، بس ثواني روح على الفيشل هير، شيل كل شي مشان نشوف بالضبط شو عم بيصير. شايفين هي الدقن؟ هاي خليها سمينة شوي. ممكن هيك، لا هاي خليها نحيفة. هاي الاي، اوكي نشوف الاي. هيك منيحة، هيك نرفعها شوي، ممكن نصغرها شوي، أكبر شوي هيك منيح. أتوقع هيك شكله غريب لهلا، ماشي الحال. كلها هي عن الآي، آي آي مساحة العين، حجمها أو يعني مكان الحفرة تبع آي سوكتس والفراغات بين العينتين. ما بيأثر هذا آي سبيسينج. آي برا والحواجب، حواجب هيك منها بعدهم عن بعض. لا هني قرب شوي، سماك ولا نحاف، ممكن هيك، ممكن هيك. التم من هون ببين اكتر شي. شايفين؟ هيك هيك. طبعا هذا كله التم. هلا الانف، الانف انا شايفه منيح، ما بدنا نغير فيه شي. نوز 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 نوز، نشوف اذا دخلناه وعرضناه، ممكن بس نضايقه شوي. عم تشوفوا، لاحظين بالصورة، عم تلاحظوا التغيرات اللي عم تصير. متوقع هيك كله تمام. اذا هاي خلصنا بالفيس، بالوش. الشعر طبعا هذا الكاركتر ما له شعر، يمكن عم بلا له شعر. اذا عنا هاد الخصلة، خصلة جانبية. ايوه هيك هيك، اف هيك هيك. عم بستعرض كل شي بشكل سريع، وهون في شوية شعر هيك مرميين، هيك هاي كمان، هيك هاي، هيك هاي، هيك هاي بدون شي. هاي حلوة، ما هاي او هاي. وين التانية؟ وين 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 وين؟ هاي هاي ضايج كتير. عم فكر يا هيك يا بلا شي. الله خلي بلا شي هيك رايق. مبدئيا فيشل هير كمان اذا بدك تحط له اي شي من هالاشياء كلها، يعني انا ما بحب هالاشياء كتير. اي كولر قلناها الاخضر. الأدنين طا 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 طا. هدول شو صغار، أنا عجبوني هدول والله. اللون الجلد أو الفرو، واحد اثنين
اف اف في اشياء كتير، بس هذا مناسب انا شايفه. body type عم بلاقي فرق بين هاد وهاد. حدا شايف فرق؟ هاد وهاد ما عم بلاقي بيناتهم فرق. طيب فرجيني، ما بعرف شو الفرق بين هاد وهاد. خليها هذا منيح حلو. اذا خلصنا كل شيء وسيف لود. هذا كنسل. اذا الكاركتر تبعك خلصته حابب تسيف الشكل تبعه، فيك تسيف هذا الرابط اللي بيعطوك اياه، كنترول سي، تعمل هيك تسيفه، تسجله عندك على اي ملف. اذا رحت عند صديقك او صديقك قال لك شو شكلك فيك تعطيه، او حابب انت وصديقك تعملوا نفس الشيء بالضبط فيكم تعملوا هيك مثلا. هي طريقة شكلها. هي سجلته. يلا منيح، اتوقع شكله جيد. هي اكسبت وهيك مع بعض. شوف عم يعني بيبتسم كمان فرحان. هيك مع بعض عملنا كاركتر كامل بشكل كامل. طبعا الاسم ما فينا نعمله 1 جن جن 1 لانه ما بتاخذ الا بارقام، بس فينا نشيل ال 1 1 نشوف اذا جن جن بيمشي حاله. اي كرييت، نعم بيمشي حاله. واللعبه تنطلق. طبعا فينا نشرح كل شيء، بس في شغله بالعاب الام ام او بيحكوا كتير وبيشرحوا كتير، والكويستات بكون حابب فيها حكي كتير. بفضل ما اشرح كل شيء بالنسبه للقصه بشكل كامل، بس المهم انه عم بيقولوا، المهم انه شكله في معركه وحرب تصير، وفي رحله طويله اختاروها بعض الناس. يعني هنا مو في اكزايل وفي دومينيون. انطلقوا لهون، راحوا وايلد ستار. اذا وايلد ستار هاي هي لعبتنا، هاي هي اللعبة الضخمة اللي لحنا اليوم عم ننطلق فيها، واللي اليوم لسه ما حنلعب شيء، ولكن مجرد تعريف على اللعبة، شرح كيف يعني من الصفر ل انك تفوت على اللعبة. هتكون هالحلقة هيك يعني شرح كامل بالتفصيل عملنا، ما بتوقع في تفصيل اكتر من هيك يعني، الا اذا بده يصير ممل كتير بقى، اذا نحكي كل كلمة شو معناها وهيك اشياء. بس كاركتر خالص وبنفوت شكله على، يمكن اكيد تكون القاعدة اللي نبلش فيها او المدينة تبعنا او هيك شيء. إذا عندها هاي الجهاز الآلي أدلة على أشياء صايرة معهم بهذا المكان. عم بيختاروا فارس أو جندي أو بطل، وعم بتقول إنه في عندها شعور كتير كبير قوي عن هالخيار هذا اللي اختاروه هذا الجندي او هذا الشخص. طبعا انا بتخيل اكيد مين هذا الشخص حيطلع بين كل الاشخاص يعني. اذا عم يحضر الشخص بالمكان المناسب وجاهزين للانطلاق. مين هو هذا الشخص اللي فيقوا من النوم؟ خلينا نقول اذا هذا هو احنا. نعم اوه ليكنا، سلام. Exactly what I recall. يا سلام. I detect potential. وبتقول انه هي لقيت يعني potential بهذا البطل او بهذا الشخص.
لقيت فيه حساسية انه هذا ممكن يعمل شيء فظيع. اذا لحنا هون وهي صور اللعبة بشكل لايف. والله مبدئيا شكل الصور قوية، ما شكله هينك ناس عم تحكي، بس استعراض هلأ ما في شيء عم استعرضها معكن. عم شوف شكل اللعبة كلها بشكل عام. نجرب نتحرك، الحركة شو وضعها؟ حلو، فيها مثل الجيلد وور قفزات، فيها شقلبات عجناب، فيها نطتين. حلو، في شكله سلاسة بالموضوع. يعني مبدئيا هاي الصور شكلها قوية لهلا، الصور شكلها قوية كله تمام. اذا يعني بهالحلقة بكون بس استعرضنا بداية اللعبة، ما استعرضنا شيء. يعني هلا نبلش ناخد كويستات ومهمات ونمشي، وبلش بقى نشوف شو قوات الكاركتر تبعنا بشكل سريع. اذا كبسنا اوه هي للفريندز وتشات وجيلد. شايف اذا تعمل جيلد دغري حاطين لك وهالاشياء، اذا تعمل كمان شيء مثل منتدى باللعبة او هيك اشياء، هي كلها حنعملها ان شاء الله. الشنتاي بالاي، شايف فيها نحاس، فضة، جولد، شيء اعلى كمان هون اذا تعمل تريد او شي شغلة. هذا هو الكاركتر تبعنا. هدول الاشياء اللي بدنا نصير نلبسها بقى، سلاح، درع، طاقية، كتاف. وين الدرع انا؟ طاقية، كتاف، مو درع، شيلد. شيلد درع يعني ترس ممكن. هذا الصدر او الدرع. ايدين او كفوف، بنطال او بنطلون، وحذاء، واشياء صغيرة ما بعرف رح تكون. شايفين شكله الكاركتر هون، فيك تشوفه وتلفه. اذا هون بتشوف البرايمري، الشغلات الاهميه عندك. شايفين مغيرينهم مثلا بالورد اوف كرافت، اجيليتي وسترينكس وانتلكت وكذا، هون بروتاليتي، فاينيس، موكسي. المهم انه نفس الفكره. خلاص هي هي الدمج، كل واحد بتاشر عليه بفرجيك شو هي. كريتيكال، هي باور، هي كريتيكال هيت انك تصيب، الى اخره. بنحكي فيهم هدول طبعا بوقتهم. سكندري، هي شرح التفصيل الكاركتر تبعك الاخير. ست بونس طبعا تصير عندك بقى دروعه مثلا بيعملوا طقومه مع بعض. شو دروعه بيعملوا طقومه مع بعض كذا. تايتلز، وقت يكون في عندك تايتلز، ليفل، كلاس، هدول الشغلات اللي اخترناهم سوا. ريبوتيشن، يعني علاقاتك مع الدول والاشياء اللي حتصير باللعبه. حاطين لنا بس الدومينيون اللي هو الريس الاساسي اللي احنا اخترناه، مو الريس الفصيله، يعني اللي هي الجيوش كلها هدول الشوا اللي مثل الهيومن هدول اللي كانوا مخترعين. الماونتس طبعا اكيد بدها تكون يعني مثل الحصان او شيء طائر، او على مبدا الحصان، بس ما حيكون حصان، ممكن شيء مركبه صغيره شيء كذا، ما بعرف شو حيصير. هي لسه كله بكير عليه كتير وبس. وهون في الصورة حاطين لك ياها، صورة الكاركتر والطاقة، هي أكيد هي طاقته. وهذا يمكن شعارنا مثل تبع السنايبر بيجي. هذا بتوقع شعارنا. والليفل اللي يكون مكتوب واحد، اسمنا طبعا محطوط هون. هي كل شيء، هذا كل شيء بالنسبة للعبة. طبعا السؤال اللي بتكرر كتير او اللي العالم بدها تسأله، اللعبة هل هي مجانية؟ لا طبعا اللعبة غير مجانية، اللعبة لها سعر تشتري فيها. ومو بس هيك، كمان في لها اشتراك شهري، ولكن سمعت انا، بس ما بعرف يعني، معلومة هيك سمعتها، انه الاشتراك الشهري فيك تحصله من خلال اللعبة بحد ذاتها. يعني خلينا نقول اللعبة مو فيها شيء مثل الجولد ومهمات، فيك عن طريق الجولد اذا كتير جمعت تعمل اشتراك شهري، هيك قالوا لي باحد المنتديات. ما لي متأكد المعلومة، مجرد معلومة صغيرة. ولكن بشكل طبيعي ونظامي اللعبة بتشتريها لحالها، واشتراكها بشكل شهري
وطبعا فيها سيرفر اوروبي، فيها سيرفر امريكي. انا بلعب على السيرفر الاوروبي بكل الالعاب، انا دائما بروح على الاوروبي وعم بلعب على النسخة الأوروبية. مثل ما قلت، تذكروا اللعبة بتشتريها أول شيء وبعدين تشتريها على السيرفر الأوروبي. الموقع اللي أنا بشتري منه ألعابي، بعتقد اللعبة يمكن خلصت من قد ما عليها طلب. إذا حابين تشتروها طبعا باستعمال الفيزا، روحوا شوفوا، بس ما أعرف إذا موجودة ولا لا. اللي هو متجرنا يعني فعليا، أو المتجر اللي احنا نتعامل معه، وبيعمل لنا أسعار دائما خاصة كتير، وبيعمل عروض. كمان رابط دائما بتلاقوه بالديسكريبشن تحت كل المقاطع، فيكم تروحوا تشوفوا. بس ما اعرف اذا اللعبة هلا في منها ولا خلصت، لانه كانت كتير عليها ضغط خيالي. لا هيك العاب بيجي عليها ملايين من الطلبات. المهم، هذا كان كل شيء لليوم. الحلقة الجاية طبعا حتكون جيم بلاي بقى، وجيم بلاي مع كومنتات، يعني لعب مع تعليق مثل العادة. وحننطلق رحلتنا. قولوا لنا شو شعوركم حول هاللعبة. هل انتم محبين الام ام او؟ طبعا بعرف عنا بالقناة كتير في عنا مشاهدين ما بيلعبوا هالام ام او، هالالعاب كلها، بيحبوا العاب انواع تانية. مثلا يا بتلاقي بيحب ليج اوف ليجند، يا بيحب هيرثستون، يا بيحب سيم سيتي، يا بيحب بريزن اركيتكت، يا بيحب سونيك ريسينج، ما بعرف، كل واحد بيحب شيء. ولكن بنفس الوقت عطوها فرصة معلش اللعبة، وتذكروا انه هيك هاي سلسلتها بقى هتستهدف نوعية مشاهدين جديدة بقى مشان ينضموا لنا. وان شاء الله نوعية المشاهدين الجديدة بيصيروا بيحبوا الالعاب اللي انتم بتحبوها، اذا انتم بتحبوا هاي وانتم يمكن تحبوا هاي كمان. يعني هذا الموضوع كله. عم بترك الكاركتر واقف شوي لنشوف شو ممكن يعمل. لاحظتوا شلون بينطوت وبيتحرك؟ هدول الحركات كلها من اللعبة، هيك مثل تيستات صغيرة عم نساويها، ما في شيء، بس عم نشوف شو فيها اللعبة وشو عم تقدم لنا. الام الماب هيك شكلها، فرجيك الورد واحداثيات، حلو، ومكان الكويست اشاره، ومكانك انت الاخضر اللي عم يعطي ضوء. وفيك تمشي والماب شغاله، فيك تمشي والماب شغاله، حلو. هذه الشغلات بسيطه، هي الماب موجوده فوق على اليمين بس اذا بدك اياها بالكبير. بس هذا كل شيء بعتقد لليوم. حلقه كمان كانت طويله ما كانت صغيره، ما فينا كتير لعبه بهالجرافيك القوي كتير، حيكون شكله واضح اكيد. الجرافيك شكله حيكون لقدام، حيكون كمان شكله قوي. ما اعرف اذا هو اقوى جرافيك بالعالم حيكون بالنسبه للعبه اونلاين. بالنسبه للعبه سنجل بلاير في اقوى، بس بالنسبه للعبه مالتي بلاير اونلاين في حدود لازم يمشوا عليها عشان الاجهزه تمشي. اذا 40 لاعب عم يتقاتلوا او في هيك شغله او في علقه كبيره، بيكون في حدود. حنشوف ان شاء الله، ما في داعي نستعجل كثير بهالاشياء. بس ما حنقدر حلقات نعملها طويله كثير مثل هي، لانه كتير الريندر والشغل على والابلود على هيك لعبة كتير بيطول، ما له سهل. بس السلسلة اذا مثل ما قلنا عليها اقبال، حنعملها طويلة كتير. انا اتوقع ممكن تفوق 200 حلقة، بس يكون في عليها يعني ناس يمشوا معها على السلسلة. اذا حبيتوها ما تنسوا تشتركوا بالقناة، قناتنا قناتكم قناة الوان جنجن وان، لايك مثل ما قلنا، اشتراك مفضل، شير، الحولنا على روابط فيسبوك تويتر جوجل بلس يوتيوب انستغرام تويتش تي في، كلها عم تمرق باسفل الشاشة وموجودة بالديسكريبشن باليوتيوب، بضغطة زر واحدة بتلاقوها. وكل ما زاد اللايك، كل ما زاد المفضلة، كل ما زاد الاشتراكات بالقناة بسبب هاللعبة، حيزيد التركيز عليها واضافتها. وهي ما بتأثر على اي لعبة تانية موجودة بالقناة، لانه الحمد لله الالعاب التانية الموجودة بالقناة ومشهورة عامل فيها كتير مقاطع لقدام. يعني الناس اللي بيحبوا مثلا بالوقت الحالي اكثر شيء ليج اوف ليجند وهيرثستون، عندي اكثر من 20 حلقه جاهزين لهدول الالعاب. ما في عندي شيء انا، بالعكس هلا عم بختار العاب ثانيه بهالوقت، ما في مشكله. هلا حتى ليكم، لا في لاعب هلا نزل على الساحه، هلا عمل كاركتر تبعه، ليكم شايفينه هيك شكله. لعبه اونلاين، طول الوقت اونلاين، ما بتنلعب. تذكروا انه اللعبه ما بتنلعب اوفلاين، وما بتنلعب، ما بنعمل لها هاك او كراك او هدول الاشياء كلها، لا هي لعبه هيك حصرا. قولوا لنا بالكومنتس اذا في عندكم اسئله تانية كمان، لانه كثير معلومات بهيك العاب. بس بحب اذكر، نحن حنلعب سوا ثانيه بثانيه بقى. اي سؤال اذا هلا ما شرحناه لحاله حيشرح نفسه بنفسه عن طريق اللعب، لانه عم نسجل ثانيه بثانيه، وهذا الشيء تقريبا ما موجود غير بقناتكم قناه الوان جنجن وان، انك انت تشوف تفاصيل عم تلعب قدامك، واحد عم بيكتشف اللعبه قدامك ثانيه بثانيه وماشيين سوا. وما عندنا مشكله قد ما طولوا الحلقات، قد ما كتروا،
يعني لو نوصل ل 500 حلقة ما في مشكلة، والمهم بس يكون في إقبال، في تجاوب على السلسلة، وأنا حاببها ومتوقع إنه تعمل مفاجآت كثير هاللعبة أو يكون فيها شغل، لأنه الوحيدة بهالضخامة نزلت وهالتكاليف بال2014. كان معكم عمر أول جنجن 1، وبشوفكم بحلقات قادمة إن شاء الله، ومع السلامة.